السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على موضوع ديال مرض عيون الارانب. هذا المرض في الحقيقة انا ما طحتش فيه، علاش؟ لانني ديما كنقي، ديما النظافة. انتم كما كتشوفوا كتكون هاد الزنكة ديما في الصباحية كنجيب الماء وكنكبو على الزنكة وكيمشي الماء وكيمشي لهاد البانيو اللي كنرميه كنتخلص منه. كيفاش كيجي هذا المرض ديال العيون ديالهم؟ هو الارنب اذا كان حيوي كتعرفوه في الحقيقه من عينيه. انتم كتشوفوا عينيه كيلمعوا اولا، وكتلقى عينيه مفتوحين بزاف. كيفاش كيمرضوا؟ راه كونوا متاكدين من النظافه، ثم النظافه. الا مشيتو خليتو الزبل ديالهم حاشاكم والفضلات ديالهم كيتجمع، واكثريه الماء ديالهم، الماء يعني البول. هذا يعني السر الخطير اللي خص المبتدئين يعرفوه، ان الا بغاو الارانب ديالهم ما يمرضوش من العينين ديالهم، خصهم ديما ينقيو، ديما ما يخليوش واحد نقولوا واحد شي حاجه مقعره، يعني شي حاجه تحتهم، ولا غير كيتكب الماء وكيبقى في الارض مثلا وما يحيدوش لواحد نقولوا واحد 15 يوم، ولا عاد ينقيو. لا، هكاك كيمرضوا من العيون ديالهم، اما كتجيهم حساسيه، اما كتغمض عينيهم كيبقاو يديروا بحال الخماج في العينين ديالهم. انتوما الا مشيتو لا قدر الله ووصلتوا لهاد المرحله، راه كاين الدواء السهل اللي كي موجود في الفرماسيان، اللي حتى هما العينين ديالهم راه بحالهم بحال الانسان. كتجيبوا المرهم العادي، يعني البوماده العاديه ديال العينين، ديك الصفراء اللي كدير، راه الثمن ديالها رخيص، كدير شي 8 دراهم ولا هذيك. يعني ما تصعبوش الامور، تقولوا باللي راه لا راه كاين شي مشكل كبير. اول حاجه هي الوقايه خير من العلاج. خاصكم، انا ديما كننصح المربين بالنظافه. انا داير مثلا هذيك الزنكه اللي تحت، ماشي نخليها نقولوا واحد يعني تطلق الريحه. وكتريه الناس اللي كيستعملوا الخبز اذا مشى تطاح مع الفضلات، كيجيب النمل، كيجيب الريحه، كيصوف. انتوما ما تخليوش سميتو الفضلات حتى يصوفوا، حتى يطلقوا الريحه وتكونوا خانقينهم، بالسيف غادي 100% غادي يمرضوا. اما اذا كنتو كتنقيو، يعني كل صباح الواحد غير يكب واحد شويه ديال الماء، باش داك باش حتى سميتو الخدمه ما تجيكمش صعيبه وتجيكم شاقه. لا، غير طيحوا واحد شويه ديال الفضلات، عزكم الله، كبوا عليهم شويه ديال الماء وخليوا داك الشيء يهود هكا، وجمعوه تقريبا في هذا الحجم. انتم ماشي البانيو عامر، صافي، غير منين يوصل لهذا الحجم تخلصوا منه، لان ديك الريحه راه كتاثر لهم على العين ديالهم. يعني واحد السيد ديما كنجيب لكم قصص، يعني في هاد المواضيع كنجيب لكم قصص، انه مرضوا له من العينين ديالهم، الارانب ديالهم مرضوا. منين مشينا نشوف، مشيت طلعت للسطح ديالهم وبقيت كنشوف، لقيته قال لك يخلي الفضلات كيتجمعوا 15 يوم حتى 20 يوم، عاد باش كيدير واحد، قال لك هو كيدير ميناج، يعني ميناج يعني ديال واحد حتى لواحد الوقت، ماشي يومي، وهي خاطئة. هذا هو المشكل. منين مشيت انا وياه، بدل الصيغة وبدل الطريقة كيفاش كيتعامل. ودابا الحمد لله قال لك راه مزيان، دار لهم غير بومادة عادية لعينيهم، براولو الحمد لله، وسميتو ولا كينقي عليهم بزاف ديال المرات، باش هذاك الشيء ما ياثرلهمش، يعني لا الريحه ديال الماء ديالهم، لا الفضلات ديالهم. الا مشاو تتجمعوا وتخمروا وتلقوا واحد الريحه، راه 100% راه حتى الانسان راه يقدر يضر. اذا النظافه ثم النظافه بالنسبه للارانب ديالكم. الا عجبتكم هذه الحلقه، تكيو على زر جيم وتكيو على زراش كي يصلكم الجديد إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.